السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالباتي العزيزات، طالبات الصف الثاني عشر أدبي مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، لنستكمل معا ما بدأناه في الحصة السابقة من دروس مادة العلوم العامة، ومعكم معلمتكم هلا محمد. الطالبات، لنذكر أنفسنا برؤية مدرستنا، وهي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. مجتمعا دائما، لنذكر أنفسنا بالقيمة الشهرية والتي بعنوان الابتكار، أما القيمة الأسبوعية وهي بعنوان التسامح. إن القيم عزيزة الطالبة هي أساس ديننا الحنيف، ولذلك يجب أن نعتز دائما ونحرص على تطبيق القيم. ودولتنا الحبيبة قطر التي نعيش على أرضها هي دولة إسلامية وعربية تعتز بهويتها الإسلامية، ولذلك فهي تحرص دائما على تنمية الهوية الإسلامية والوطنية. درس اليوم حبيباتي الطالبات هو بعنوان زمن رد الفعل وصور النهايات بالسباقات. في البداية عزيزتي الطالبة، سوف أسألك سؤالاً وأدعك تفكرين فيه وجاوبيني عليه. لماذا يقوم الطبيب بالطرق على ركبة المريض بالمطرقة؟ هل تعرفين عزيزتي الطالبة الإجابة؟ فكري قليلا. نعم بالفعل، حتى يرى الطبيب مدى سرعة رد فعل المريض. عندما يطرق الطبيب بالمطرقة على ركبة المريض، إذا لاحظ من المريض سرعة في رد الفعل بسحب ركبته بعيدا عن المطرقة، فمعنى ذلك أنه سريع الاستجابة وأن زمن رد الفعل لديه كان قليلا، وهو ما سنتعلمه في هذا الدرس عزيزتي الطالبة، فابدأي معي. ما المقصود بزمن رد الفعل؟ زمن رد الفعل عزيزتي الطالبة هو الزمن المستغرق لملاحظة حدث والتفاعل معه جسمياً، بمعنى عزيزتي الطالبة أنك إذا رأيت حدثاً معين، كأن وأنت سائرة مثلا على قدميك ورأيت سيارة متجهة نحوك، شاهدت السيارة جيدا، بدأت ترسلين الإشارات من جهازك العصبي إلى الدماغ، ثم أرسل إليك الدماغ التعليمات بالبعد عن السيارة. فالزمن الذي استغرقته من رؤيتك السيارة إلى رد فعلك والبعد عن السيارة يسمى بزمن رد الفعل. إذن هو الزمن المستغرق للتفاعل مع حدث ما، وذلك هو زمن رد الفعل عزيزاتي الطالبات. زمن رد الفعل عزيزاتي الطالبة يختلف من شخص إلى آخر، وأيضا يعتمد على نوع المثير الذي نتعرض له. فمثلا المثيرات البصرية يتراوح زمن رد الفعل حتى نتفاعل معها إلى 1/10 و6/10 ثانية، أي في المتوسط ما يعادل 25% من الثانية. أما بالنسبة للمثيرات الصوتية عزيزتي الطالبة، فإننا نستغرق زمن رد فعل لكي نستجيب لها في حدود ما يعادل 17% من الثانية. أما عزيزاتي الطالبات، المثيرات اللمسية أو الحسية كما نسميها، كملامستك مثلا لشيء ساخن، فإن زمن رد فعلك لكي تبعدي عن هذا الشيء يكون في حدود ما يقارب 15% من الثانية. إذن يختلف زمن رد الفعل باختلاف الشخص وكذلك باختلاف المثير.
فالمثيرات البصرية غير المثيرات الصوتية غير المثيرات الحسية أو اللمسية، فكل مثير يحتاج إلى زمن رد فعل كي نستجيب لهذا المثير. والآن اقرأي معي هذا السؤال، وقف الفيديو قليلا ثم أجيبيني على هذا السؤال. فسري عزيزتي الطالبة، يتعين على سائق السيارة أن يترك مسافة آمنة بينه وبين السيارات والمشاة من حوله، لماذا عزيزاتي؟ نعم أحسنتم، لتوقع خطأ الغير، لأننا نحتاج إلى فترة كي نقوم برد فعل على الخطأ الذي سوف يحدث من غيرنا من السيارات أمامنا أو خلفنا. وهذه هي الإجابة لضمان الوقت الكافي لرد الفعل والقدرة على استخدام الفرامل. أحسنتم عزيزاتي الطالبات. عزيزتي الطالبة، هل يمكننا ضبط رد الفعل أو زمن رد الفعل باستخدام الساعات الميكانيكية الموضحة أمامك؟ بمعنى آخر، هل يفرق ضبط الوقت باستخدام ساعة رقمية عن ضبطه باستخدام ساعة ميكانيكية؟ لا عزيزتي الطالبة، إن زمن رد فعل الإنسان أكبر بكثير من دقة الوضوح لأي ساعة، فزمن رد فعل الإنسان قد يكون أقل من 1/10 من الثانية، ولذلك لا يمكن ضبطه بأي ساعة ميكانيكية. والآن لنسأل أنفسنا كيف يمكننا تقليل رد الفعل؟ نعم، يمكننا تقليله عن طريق التوقع، إن التوقع يمثل أحد الطرق اللازمة لتقليل زمن الفعل وخاصة في الرياضات المعتمدة على السرعة، فتوقعك للحدث والإشارة وحركة الطريق يمكنك من تقليل رد فعلك وتسريع استجابتك. والآن عزيزتي الطالبة، هل تعلمين لماذا يوجد هناك بعض الأدوية يتم حظرها ومنع تناولها أثناء قيادتنا للسيارات؟ نعم، لأن تلك الأدوية تحتوي على مواد مهدئة تقلل من تركيز السائق، وكذلك فإنها تقلل من رد فعله، أي تزيد زمن رد الفعل. والآن لنقرأ معا هذه التجربة ونحاول تطبيقها. سوف يقوم شخص بإمساك مسطرة، وهو الشخص A كما ترين في الصورة، ويبدأ في إسقاطها حتى يتلقاها الشخص B، وسنحاول قياس المسافة Y من، والتي تمثل المسافة أو التي قطعتها المسطرة من يد الشخص A حتى وصلت إلى يد الشخص B، ونكرر هذه الخطوة مرات متعددة ونأخذ متوسط المسافة، وبذلك يمكننا حساب زمن رد الفعل من المعادلة الموضحة أمامك، وهي T أي زمن رد الفعل يساوي الجذر التربيعي 2y على 981 سنتيمتر على الثانية تربيع، وهو رقم ثابت. وبهذه المعادلة يمكننا حساب زمن رد الفعل، وزمن رد الفعل يختلف من شخص إلى آخر، ويمكننا التقليل من زمن رد الفعل كما قلنا سابقا عن طريق التوقع أو العد. مثلا في السباقات يمكننا العد 3-2-1 ثم نبدأ السباق، وبذلك يمكننا التقليل من زمن رد الفعل.
انظري جيدا إلى الصورة أمامك عزيزات الطالبات، إن الصورة ترشدنا إلى أهمية صور النهايات في توقيت المنافسات الحديثة. عزيزتي الطالبة، هناك حالات كثيرة يصعب فيها تحديد الشخص الفائز أو الذي يعبر خط النهاية أولاً، وذلك للتقارب الشديد بين المتنافسين. ولذلك فإننا نعتمد على بعض التقنيات الحديثة، لأنه لا يمكننا الاعتماد على زمن رد الفعل البشري في تحديد الزمن. ولذلك تعد التقنيات الحديثة آلية السرعة هي الأفضل لتحديد الفائز في السباق. والآن لنسأل أنفسنا، ما هو معدل القطر؟ إنه الزمن بين كل ومضة أو صورة بتوقيت زمني يمكن تقسيم الأحداث التي تستغرق أجزاء من الثانية، فالزمن بين كل ومضة أو صورة يطلق عليه معدل القطر. تلك الصورة أمامك توضح أحد الكاميرات الحديثة والمستخدمة لتحديد الفائز في النهايات، وهي الكاميرا، وهذه الكاميرا يمكنها التقاط صور بمعدل 100 صورة لكل ثانية، أي بتقنيات عالية وبدرجة وضوح تصل إلى ما يقارب 1/10 ملي في الثانية أو أقل. والآن لنبدأ معا في قراءة هذا السؤال حتى نقوم بتقييم ما فهمناه خلال هذا الدرس. أي من الطرق الآتية تقلل زمن رد الفعل إلى أقصى حد عندما يتم إسقاط شيء ما والإمساك به؟ هل هو قيام أحدهم بالعد قبل أن يسقط الجسم؟ أم القول بصوت عال أننا على وشك إسقاط الجسم؟ أم أن نسقط الجسم ونحاول الإمساك به في نفس الوقت؟ أم السماح للشخص الذي سيمسك بالجسم للمسه قبل أن يسقط؟ كيف يمكننا تقليل رد الفعل؟ أي الإجابات الآتية تمثل الإجابة الصحيحة؟ نعم بالفعل، إن العد عزيزتي الطالبة هو أفضل الطرق لتقليل زمن رد الفعل، كما ذكرت لك من قبل، قبل بداية السباق أو قبل القيام بحدث ما نقوم بالعد 3 2 1 ثم نبدأ. هنا عزيزتي الطالبة أكون قد أنهيت معك درس اليوم، وأتركك في أمان الله ورعايته، متمنية لك كامل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.